الو، ازيك يا فاطمه؟ الله يخليك حبيبتي، انت عامله اخبارك ايه؟ ايه؟ زي الفل الحمد لله. يلا الدكتور معاكي، واسالي كل الاسئله اللي انت عايزاها. ماشي، ازيك يا دكتور هاني؟ الحمد لله يا فندم، تحت امرك. هسالك سؤال. اتفضلي. انا عندي جوزي طلع له حاجه كده في بشرته كده، راح كشف عند الدكتور قال له صمت 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 كده. فالدكتور خد الدكتور كتب له على حقنتين يجيبهم من مصر. مصر ولقاح. فجابهم. ها؟ من مصر ولقاح. فجابهم وخدهم وبياخد علاج كده، حاجه مرهم برضو كده وكبسون بعد الغدا، بس ما طفاش. لا، ولو مش ما طفاش، راحوا ولا لسه موجودين؟ لا موجودين. بص، في اي حته في الجسم يا فندم؟ لا، في بشرته، في وشه، من هنا كده، في صدغه كده، من هنا. بالامانه يعني؟ اي والله. هقول لك انا بالامانه، دول يتشالوا بالليزر. ها؟ يتشالوا بالليزر. بس بالليزر؟ بالليزر. ايه احسن مكان يتشال فيه بالليزر؟ نروح المعهد القومي للليزر بجامعه القاهره، جوه الجامعه. في العياده هناك بتاعت المعهد، نخش هيشيلوا له بالليزر، انتهت المشكله. يعني كده مش هيرجع له تاني باذن الله. ماشي، بشكرك جدا. دي اللي كان زمان يا دكتور بيكوها، يقول لك بنكوي الصنطة اللي هي كانوا يعني، في بعض الناس لغايه دلوقتي حتى بيسميها نفره الحمار. أيوة، ولا الحصان، حاجه كده. بالظبط، هي دي بالزبط. هي دي كانوا زمان بيكوها. وليها اسم ثالث. ايه بقى؟ يسموها الثقليل. الثقليل او الثقلول. ده في منطقه الخليج، وفي ناس في مصر بقى. لو جت في بطن قدم في يعني شعبيا، يقول لك مسمار اللحم، تبقى مؤلمه جدا. فليها اسماء، انما هي كلها عباره عن اصابه فيروسيه. إصابة فيروسية ومعدية. الصنطة معدية؟ طبعا، لأنها بتنطر في جسم الشخص الواحد، فممكن تعدي غيره. ده معدية 100%. أوكي، عشان الناس تخلي بالها يعني. فلو جت في الإيد، أخلي بالي كل حتة توصلها إيدي عرضة إنها تتنقل لها. يبقى النصيحة بقى ليها، لازم تقولي لجوزك بسرعة يروح يشيلها في المعدة. ضروري. إن شاء الله. طيب، إحنا معانا اتصال تليفوني تاني. ألو، مين؟ ألو ألو. أي منى، السلام عليكم. أهلا بيكي حبيبتي، أهلا بيكي. بصي، أنا بحب أتفرج على برنامج